السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي على قناة بدر العتابي لتعلم اللغة الإسبانية. كنتمنى تكونوا مزيانين ومرتاحين، ونتمنى تكونوا في أفضل وأحسن الأحوال. الأشخاص اللي ما كيوصلهمش الفيديوهات ديالي، خصكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلوكم الفيديوهات ديالي. والأشخاص اللي ما مشتركينش في القناة يقوموا بالاشتراك، وما تنسوش دعمونا بلايك. في هذا الدرس إن شاء الله سنرى الverbo necesitar. الverbo necesitar، verbo necesitar، ويعني احتاج أو يحتاج. إن شاء الله سنرى طريقة ديال التصريف ديالو في الحاضر وفي الماضي، وكيف ما العادة غادي نحاول نعطيه مجموعة من الأمثلة. لنبدأ على بركة الله. بداية سنرى طريقة تصريف الverbo necesitar في البريسنتي اللي هو الحاضر. ملي نبغي نتكلم في الحاضر خصني نصرف الverbo necesitar على الشكل التالي: جو نيثيسيتو، انا احتاج. تو نيثيسيتاس، انت تحتاج. ال ايا نيثيسيتا، هو او هي تحتاج. نوسوتروس نيثيسيتاموس، نحن نحتاج. بوسوتروس نيثيسيتايس، أنتم تحتاجون. أيوس أياس نيثيسيتان، هم أو هن يحتاجن. هذه طريقة صرف الverbo نيثيسيتار في الحاضر. أما بخصوص طريقة ديال تصريف ديال الverbo نيثيسيتار في الماضي، اخترنا البريتيريتو بيرفكتو. البريتيريتو بيرفكتو هو واحد الزمن كنصرفو فيه الأفعال ملي كنبغيو نهضرو في الماضي. وسبق وهدرت على هاد الدرس وقلت فوقاش كنستعملوه. طريقة ديال التصريف ديالو اللي هي واضحة، دائما كتكون على الشكل التالي: ملي نبغي نهضر في الماضي انني احتجت شيء في الماضي، كنصرفو على هاد الشكل: اي نيثيسيتادو، اس نيثيسيتادو، ا نيثيسيتادو، ايموس نيثيسيتادو، ابيس نيثيسيتادو، ان نيثيسيتادو. أنا احتجت، أنت احتجت، هو احتاج، هم هن، إلى آخره. هذا في البريتيريتو بيرفكتو، وسبق وشوفنا فوقاش كنستعملوه. كذلك يمكن نصرفوه في البريتيريتو امبيرفكتو، وكيقول لنا على الشكل التالي: كذلك البريتيريتو امبيرفكتو، يعني زمن من الأزمنة اللي كنستعملوها في الماضي. ملي نبغي نهضر في الماضي يمكن نستعمل بريتيريتو امبيرفكتو. السؤال ولا الاشكال اللي غادي يبقى عندكم هو شنو الفرق بين هذا وهذا، وفوقاش كنحتاجوهم وفوقاش كنستعملوهم. هنا غادي نقول لكم رجعوا للفيديوهات ديالي الاولى، رانا شرح كل واحد بوحده. الطريقه ديال التصريف ديالو في الامبيرفكتو واضحه: جو نيثيسيتابا، انا احتجت. تو نيثيسيتاباس، انت احتجت. ال ايا نيثيسيتابا، هو او هي احتاجت. نوسوتروس نيثيسيتاباموس، نحن احتجنا. بوسوتروس نيثيسيتابايس، انتم احتجتم. ايوس اياس نيثيسيتابان، هم او هن احتجنا. هذه طريقه ديال التصريف ديال الفعل نيثيسيتار في الماضي. حنا كيبقى لنا الاختيار وفوقاش نقدروا نستعملوه. كتشوفوا الزمن اللي مناسبكم في الماضي وكتهضروا به. الان من بعد ما شفنا طريقه ديال التصريف ديالو، غادي نحاولوا نعطيو مجموعه من الاكزامبلوس كون الverbo necesitar. غادي نعطيو مجموعه من الامثله بهذا الفعل هذا للاشاره. الى عجبتكم هذه الطريقه ما عنديش اشكال، نكملوا فيها ونختاروا افعال ونعملوا نفس الطريقه. لنبدا بأول مثال. أول مثال، ملي نبغي نسأل أي شخص هل تحتاج إلى أي شيء أو شيء ما، السؤال ديالي كيكون على الشكل التالي: نيثيسيتاس ألغو، نيثيسيتاس ألغو، هل تحتاج شيء، هل تحتاج إلى أي شيء. كما كنقولو واش محتاج شي حاجة، هل تحتاج إلى شيء. كذلك يمكن نسولو طريقة أخرى: ك
كي نيثيسيتاس، كي نيثيسيتاس، ماذا تحتاج؟ ماذا تحتاج؟ كي نيثيسيتاس، ماذا تحتاج؟ جو نيثيسيتو أيودا، جو نيثيسيتو أيودا، أنا بحاجة إلى مساعدة، أنا بحاجة إلى مساعدة، جو نيثيسيتو أيودا. كيف ما كنقولوا بالدارجة، أنا محتاج مساعدة. ملي بغي نطلب من شي شخص مساعدة، بور فابور جو نيثيسيتو أيودا، من فضلك أنا محتاج مساعدة. مثال آخر، جو نو نيثيسيتو نادا، جو نو نيثيسيتو نادا، أنا لست بحاجة إلى أي شيء، أنا لست بحاجة إلى أي شيء. أو كيف ما كنقولوا بالدارجة، أنا ما محتاج والو. ملي سولك شي شخص واش محتاج شي حاجة، هل تحتاج إلى شيء، وانت ما محتاج إلى أي شيء، كتقول نو جو نو نيثيسيتو نادا، نو جو نو نيثيسيتو نادا، لا أنا لست بحاجة إلى أي شيء، أنا لست بحاجة إلى أي شيء. كذلك مثال آخر، نيثيسيتو دينيرو، اللي تكون محتاج المال، تكون محتاج فلوس، نيثيسيتو دينيرو، أنا بحاجة إلى مال، أنا بحاجة إلى المال، أنا محتاج فلوس، جو نيثيسيتو دينيرو، نيثيسيتو تومار أغوا، نيثيسيتو تومار أغوا، أنا بحاجة لشرب الماء، أنا بحاجة لشرب الماء، جو نيثيسيتو تومار أغوا. مثال آخر، Te necesito en mi vida para siempre. Te necesito en mi vida para siempre. أحتاجك في حياتي إلى الأبد. أحتاجك في حياتي إلى الأبد. Te necesito en mi vida para siempre. كيف ما كنقولوا، أنا محتاجك معايا أو محتاجك حياتي دائما. مثال آخر، Yo necesitaba mucho mi bicicleta cuando estudiaba. Yo necesitaba mucho mi bicicleta cuando estudiaba. كنت أحتاج كثيرا دراجتي عندما كنت أدرس. كيف ما كنقوله، كنت كنحتاج بيكالا أو البيسيكليتا ديالي ملي كنت كندرس. هنا استعملنا نيثيسيتار في الباسادو، في الماضي. Necesito descansar para estar bien. Necesito descansar para estar bien. أحتاج إلى الراحة لأكون بخير. أحتاج إلى الراحة لأكون بخير. Necesito descansar para estar bien. كيف ما كتلاحظوا في الميزان، هنا الverbo necesitar صرفناه والverbo الثاني ما صرفناهش، حيت القاعدة اللي سبق وشفنا أن الفعل الأول كيتصرف والفعل الثاني كيبقى ما مصرفش. مثال آخر، necesitamos saber todo sobre los precios. Necesitamos saber todo sobre los precios. نحتاج إلى معرفة كل شيء عن الأسعار أو الأثمنة. نحتاج إلى معرفة كل شيء عن الأسعار أو الأثمنة. los precios هو الثمن أو الأثمن أو الأسعار، السعر. Necesitamos saber todo sobre los precios. Saber وهي عرفة. مثال آخر، Necesito saber todo sobre ti. Necesito saber todo sobre ti. أريد أن أعرف كل شيء عنك. أريد أن أعرف كل شيء عنك. ملي كتكون مع شخص ما وما كتكون كتعرف عليه والو لأول مرة، كتعطيه هاد الجملة بالضبط باش كيقول لك هو كل أي حاجة عليه. Necesito saber todo sobre ti. بغيت نعرف كل شيء عليك. أريد أن أعرف كل شيء عنك، أو أحتاج إلى معرفة كل شيء عنك. مثال آخر،
¿Necesitáis coche para viajar? ¿Necesitáis coche para viajar? هل تحتاجون سيارة للسفر؟ هل تحتاجون سيارة للسفر؟ ¿Necesitáis coche para viajar? No necesitamos nada de él. No necesitamos nada de él. لسنا بحاجة لأي شيء منه. لسنا بحاجة لأي شيء منه. كيف ما كنقولوا احنا ما محتاجين والو منه منه. كما كنقولوا بالدارجة احنا ما محتاجين والو منه. No necesitamos nada de él. El mundo necesita ayuda de Allah para recuperarse. El mundo necesita ayuda de Allah para recuperarse. العالم بحاجة لمساعدة الله للشفاء أو ليتعافى. العالم بحاجة لمساعدة الله للشفاء أو للتعافي لكي يتعافى. El mundo necesita ayuda de Allah para recuperarse. Recuperarse هو الفعل تعافى أو تشافى إلى آخر. مثال آخر: Necesito cuchillo para cortar verduras. Necesito cuchillo para cortar verduras. أحتاج إلى سكين لقطع الخضر. أحتاج إلى سكين لقطع الخضر. Necesito cuchillo para cortar verduras. Verduras وهي الخضر. Verbo cortar هي قطع. Cuchillo وهو سكين. مثال آخر وآخر: No necesito nada más. No necesito nada más. لست بحاجة إلى أي شيء آخر. لست بحاجة إلى أي شيء آخر. No necesito nada más. كان هذا آخر مثال. إلى هنا أكون قد أنهيت درس هذا اليوم والذي خصصته إلى كل ما يتعلق بالبربو نيثيسيتار. وقلنا إذا أعجبتكم هذه الطريقة أنا ليس لدي أي مشكل، شوفوا الأفعال التي تريدونها قلوها لي وأنا نقوم بإعطاء دروس في هذا الصدد. أشخاص لما مشتركينش يقوموا بالاشتراك ويدعموني بلايك وكتبوا لي تعليق وقولوا لي شنو خصكم. ما بقى لي إلا نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف، عندي عزاز بزاف. تهلاو والله يحفظكم. إلى اللقاء.